التحية متجددة بكم مشاهدين الكرام ومستمعين الأعزاء في تواصل انطلاقات هذه الشارة، شارة سمو الشيخ طحنون بن محمد بن خليفة آل نهيان الذي يقدمها في هذا اليوم لسن الفطامين. هكذا يسير شوطنا الخامس في مجمل أشواط هذا اليوم والخاص بالإبكار، مباشرة إلى المقدمة ونتابع الصدارة والمركز الأول اللي تتقدم على مقدمة هذا الشوط. هذه هي محنة بشعار محمد بن خميس بن مصبح بن بدر العليلي، ولكن حصل دخول وتغيير من أرصاد سلطان بن مطر بن شمي الاكتبي على مقدمة الشوط وعلى المركز الأول، بينما الوصول والقدوم على المركز الثاني من تكريت اللي غادمه بشعار عبد الله بن علي بن حمد ابو هليبه الفلاسي على المركز الثاني، بينما القدوم على المركز الثالث من شقره اسلوب الصغير بن وني الوهيبي، بينما في المركز الرابع اللي تقدمت في هذه اللحظات هذه هي الحقه لحميد بن سالم النايلي الشامسي، بينما في المركز الخامس اللي تقدمت وانطلقت في هذه اللحظة الجميلة هذه هي تتقدم اللي هي وجدان حمد بن عبيد بن علي الكيبالي، ولكن العودة إلى مقدمة الشوط، أعود للمركز الأول وإلى الصدارة وإلى المنافسة الأولى من خلال تواجدي. هذه هي الشعارات ولكن أرصاد على المقدمة، أرصاد على المركز الأول، بدأت المنافسة، بدأ التحدي والإثارة، أرصاد وشقرة، غيرتها في اللحظات الأخيرة تهارينا لسلوم الصغير بن وني الوهيبي، بينما أرصاد أوصلت في المركز الثاني لسلطان بن مطر بن شمي الاكتبي، بينما أوصلت على المركز الثالث عطرة يا عامر لحظة وصولها في المركز الثالث من خلال تحدي ومنافسة هذا الشوط. هذه اللي وصلت تكريت بشعار عبد الله بن علي بن حمد بن سعيد ابو هليبه الفلاسي. هكذا هي النتيجه للثلاثه المراكز الاولى، وتهنيتنا وناموس الى مالك شقره التي حكمت بخط النهايه هنا بتحقيقها لناموس هذا الشوط. توقيت الزمني دقيقتين وتسع ثواني، تهانينا والناموس لمالك سلومبر الصغير بن وني الوهيبي، سلام الى اهالي ولايه بديه على هذا الانتصار الجميل.